بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة أولى حلقات يونت 4 بالنسبة لكتاب المعاصر Taking Care of Ourselves، يعني رعاية أنفسنا أو الاعتناء بأنفسنا. ولكن دايما مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة عندنا لي lesson 1 and 2، الدرس الأول والثاني الفوكاب. alter، alter يعني يغير أو يتغير. alter، burnout، burnout يعني الإنهاك أو نفاد الطاقة. burnout، clear of، clear of يعني يغادر أو ينقشع أو يزول. clear of. كوب يعني يسير أو يتصدى أو يذلل. كوب. exhausted، exhausted يعني منهك أو مجهد أو مرهق. exhausted. frown، frown يعني يعبس أو يقطب جبينه. frown. improve، improve يعني يتحسن أو يحسن. improve. manage، manage يعني يدير أو ينجح أو يتمكن. manage. management، management يعني إدارة أو تحكم. management. mental health، mental health يعني الصحة النفسية. mental health. mental، mental يعني ذهني أو عقلي. mental. pout، pout يعني يستاء أو يتجهم. pout. promote، promote يعني يروج أو يرقي لي. promote، promote يعني يعزز أو يدعم أو يطور. promote. scold، scold يعني يعنف أو يوبخ. scold. self care، self care يعني العناية بالذات. self care. stress، stress يعني الإجهاد أو الضغط. stress. stressed، stressed يعني مضغوط كأدجكتيف صفة أو مجهد. stressed. stressful، stressful يعني مرهق أو شاق أو ضاغط. stressful. suppose، suppose يعني يفترض أو يتصور. suppose. time management، time management يعني إدارة الوقت. time management. well-being، well-being يعني العافية أو السلامة أو السعادة. well-being. affairs، affairs يعني أحداث أو شؤون. affairs. alarm، alarm يعني منبه أو يزعج. alarm. anxiety، anxiety يعني الضغط، جاء من anxious يعني متوتر. anxiety. avoid، avoid يعني يتجنب أو يتحاشى. avoid. basis، basis يعني أساس. basis. behavior، behavior يعني سلوك أو تصرف. benefit، benefit يعني يستفيد أو فائدة. benefit بيجي مع حرف الجر from. benefit from يعني يستفيد من. benefit from. brainstorm، brainstorm يعني عصف، يعصف أو يستثير الفكر. يعصف أو يستثير الفكر. brave يعني شجاع. brave. caffeine، caffeine يعني مادة الكافيين، مادة الكافيين. category، category يعني تصنيف. category. choice، choice يعني اختيار. choice. issue، issue يعني قضية أو مشكلة. issue. limit، limit يعني يحد من أو يقلل. limit. media، media يعني وسائل الإعلام، جاء من singular medium. medium يعني وسيلة إعلام. media وسائل إعلام. message، message يعني درس مستفاد أو رسالة. message. normally، normally يعني بشكل طبيعي. normally. pain، pain يعني ألم. perfectly، perfectly يعني بشكل مثالي. perfectly جاء من perfect يعني مثالي. please يعني يسعد أو يسر كverb. please. poor يعني سيء. poor أو فقير. poor. poor يعني ينهمر أو يتدفق. poor. pressure، pressure الضغط. pressure. priority، priority يعني الأولوية. priority. بالنسبة لباقي الفوكاب عندنا concentrate يركز. consider يعني يتفكر أو يأخذ في الاعتبار. consider. constantly يعني باستمرار. constantly. control يعني يتحكم في. control. counselor، counselor يعني مستشار أو مرشد. counselor. creation، creation يعني الخلق أو الكون أو الإبداع. creation. current،
current يعني حالي أو جاري، current. divide يعني يقسم، divide. dress يعني يرتدي أو يلبس، dress. endorphins مادة الأندروفينز. experience يعني يتعرض لي أو يعاني من experience. extra يعني إضافي. extreme يعني شديد أو متطرف، extreme. frustrated يعني محبط، frustrated. increase يعني يزيد، عكسها decrease يعني يقلل، increase أو الأوبوزيت منها decrease يعني يقلل. interact يعني يتفاعل، interact يعني يتفاعل، interact. psychologist يعني عالم نفس، psychologist. react يعني يستجيب أو يتجاوب، react. reaction يعني استجابة، reaction. reduce يعني يقلل، reduce. regret يعني يندم، regret. regular يعني ينظم، regular. responsibility يعني المسؤولية، responsibility. shoulder يعني كتف. snack يعني وجبة خفيفة، snack. sound يعني يبدو كفعل، وصوت الأشياء بنسميه sound كناون. source يعني مصدر أو منبع الشيء، source. stretch يعني يتمطى أو يتمدد، stretch. tips يعني نصائح، tips نصائح. unhealthily بطريقة غير صحية. urgent يعني عاجل أو ملح، urgent. wise يعني حكيم أو يعني شخص حكيم. alert means to change or to make someone something change. to change يعني يغير، أو to make someone يجعل الشخص أو الشيء change يغير. burnout أو اللي هو الإنهاك أو نفاذ الطاقة. a situation موقف where you can't do anything، موقف لا تستطيع فعل شيء. because you are so tired لأنك متعب جدا، and stressed يعني متوتر. clear of to leave place quickly. clear of يعني يغادر، clear of يغادر. to leave place quickly يعني يغادر مكان بسرعة. كوب يساير أو يتصدى أو يذلل، كوب. to deal successfully with difficult situations. to deal successfully يعني يتعامل بنجاح، with difficult situations مع المواقف الصعبة. exhausted يعني منهك أو مرهق. describing the feeling of being very tired. describing the feeling يعني وصف شعور، of being very tired كونك متعب جدا. frown يعني يعبس أو يتجهم. to make an angry unhappy or confused expression. to make يعني تسبب كده شعور بالغضب أو بعدم السعادة أو بالconfused الربكة. moving your eyebrows together. moving your eyebrows يعني بتحريك الحاجبين، together يعني معا. طبعا هنا improve to get better، improve يتحسن، to get better. mental health يعني الصحة النفسية أو الصحة العقلية. how we handle stress relate to others and make good choices. how we handle stress يعني نقف كده أو نعلق على التوتر، relate to others متعلق بالآخرين، or to make choices أو أخذ اختيارات. pout يعني أو يبوز. to push out your lower lip because you are annoyed or unhappy. تدفع كده بشفتها الشفة العليا، because you لأنك بتشعر بـ unhappy يعني عدم السعادة، أو عدم السعادة، أو annoyed يعني متضايق. promote your work. to tell people about something. to tell people about something تخبر الناس عن شيء. promote support and encourage the development of something. support يدعم أو يشجع تطور الشيء. scold يعني يعنف أو يوبخ. to angrily criticize someone. to angrily criticize someone especially a child خاصة طفل. about something عن شيء they have done هو قام به. self care العناية الذاتية. taking care of your body and how you feel. taking care of your body يعني الاعتناء بصحتك أو بجسمك، and how you feel وكيف تشعر. stress اللي هو الإجهاد أو الضغط. a feeling of being very worried and scared. a feeling يعني شعور، of being very worried كونك very worried يعني قلق جدا، or scared
أو خائف. suppose يعني يفترض. suppose to think that something is probably true يعني تعتقد أن شيء ربما أنه هو صح based on what you know، مفترضا أو مستندا على ما تعرفه. time management organizing when you do things and for long how long يعني تنظيم لمتى تفعل الشيء والمدة اللي يستغرقها. well being وناخد بالنا من الاكسبريشن ده العافية أو السلامة أو السعادة. well being how good you feel in your body and how happy you are. how good you feel كيف تشعر جسمك and how happy you are وكيف تشعر بالسعادة and أو كمية السعادة. the state of being comfortable healthy and happy. the state يعني حالة كونك comfortable مرتاح healthy يعني بصحة happy سعيد. بالنسبة عندنا لأسئلة choice choose the correct answer from A, B, C or D. number one I couldn't continue working أنا لا أستطيع الاستمرار في العمل because I was completely exhausted لأني مرهق جدا. the new secretary was worried that he couldn't be able to space with his boss's demands يعني مش هيقدر يواكب طلبات المدير. طبعا هنا كوب كوب يعني يساير أو يواكب. doctors and nurses are responsible for the care and the space of their patients and well-being والعافية. طبعا الأطباء والممرضات مسؤولين عن رعاية وصحة أو عافية المرضى. time management is highly recommended when you're running your own business. طبعا time management يعني إدارة الوقت مطلوبة وانت بتدير عملك. don't worry your father is at peace and he is going to leave the hospital very soon. طبعا هنا ما تقلقش والدك بيتحسن اسمه improving. congratulations يعني تهانينا. I heard that or heard you have been at peace to a higher position ان انت ترقيت لوظيفة اعلى او المكانة اعلى. طبعا هنا promoted يعني يترقى لكن uprooted يعني ينتزع او يقتلع شيء. لا هنا يترقى. operated طبعا يجري عملية جراحية. removed يعني يزيل. if you start studying early for your exams you won't feel afraid or هنا steered طبعا تصفير. relieved relaxed stressed طبعا you won't feel afraid or stressed يعني متوتر. I must leave now. أنا يجب أنني أغادر الآن. I am supposed to be in the office in half an hour. مفترض أن أنا أكون في المكتب في خلال نص ساعة. يبقى I am supposed. supposed يعني يفترض. Don't spend the new nurse for breaking the machine. It was an accident. Don't scold يعني ما توبخش the new nurse الممرضة الجديدة for breaking the machine لكسر الآلة. it was an accident ده حادث. يبقى هنا scold يعني يوبخ شخص. she spaced at her son when she found out that he hadn't done his homework. طبعا هنا she frowned يعني تجاهمت كده أو عبست جبينها لما وجدت الطفل لم يحل واجبه. if you space the position of the desk there will be more room for that chair. if you لو انت غيرت مكان الديسك اللي هو المكتب هتجد مساحة من الفراغ أو من الفضاء هنا. طبعا هنا if you alter يعني يغير أو change ولكن the charge يعني يشحن. I don't like this kind of work because it's stressful يعني ايه مجهد أو مضغوط. طبعا هنا stressful. you need to drive محتاج ان انت to drive your car slowly. I don't think the mist will clear off very soon. طبعا هنا هتغادر او الضباب هيغادر حالا. طبعا هنا clear off او ينقشع. studying for 10 hours non-stop may affect your mental health يعني المذاكرة لمدة 10 ساعات متواصلة ممكن يأثر على صحتك النفسية أو العقلية. is space plays a vital role in leading a business to success. طبعا اللي بيلعب دور أساسي في قيادة العمل للنجاح طبعا هنا management الإدارة management. I shouted at my daughter. أنا صرخت على بنتي. who spaced her lips
and tears ran down her cheeks. طبعا who pouted her lips يعني ايه طبعا هنا بتغمز بشفايفها pout pouted her lips. Those who suffer from space should relieve work pressure they put on this themselves. طبعا those who suffer from self-care اللي بيعانوا من الرعاية الذاتية أو الشخصية ولا اللي بيعانوا من stress التوتر طبعا التوتر أو الضغط should relieve يجب إن هم يرتاحوا from work pressure أو من عناء العمل. Although my wife is a successful chemist بالرغم ان زوجتي كيميائية ناجحة our family is her first priority يعني العائلة هنا ايه في الأولوية الأولى. It's advisable that you space making friends with such polis. It's advisable من المنصوح that you avoid تتجنب تكوين صداقات مع هؤلاء المتنمرين. Don't make much space on children. Let them have their space and monitored طبعا هنا monitored يعني يراقب freedom of action يعني حريتهم في الأحداث طبعا هنا letter A pressure don't make much pressure يعني ما تقومش بهذا الضغط أو التوتر على الأطفال. His space management his skills made him a failure طبعا his poor يعني فقيرة أو سيئة يعني إدارته السيئة أو مهاراته في الإدارة السيئة جعلته يفشل. The injured man needed a space surgery on his broken leg. طبعا الرجل المصاب محتاج عملية عاجلة أو عملية جراحية عاجلة urgent. I should have worked hard. This sentence expresses past طبعا هنا past regret يعني ندم طبعا عارفين ان should have plus البي بي بتعبر عن الريجريت او البلامنج اللوم طبعا هنا بيندم على شيء. What's the space of this novel? It teaches us that patience is a good quality. طبعا what's the message يعني الرسالة اللي هي عايزة توصلها لنا. The purpose of the meeting is to space ideas not to make speeches. The purpose of the meeting is to brainstorm ideas يعني يستثير الفكر not to make speeches مش ان انت تقوم بعمل خطب. Don't sit still in your chair for more than 25 minutes طبعا هنا stand up and stretch يعني تمدد ما تقعدش كده قاعد لفترة طويلة على الكرسي ده ولكن قوم واتمدد أو اعمل استطالة. It's your space to look after your family when your father is away. طبعا it's your responsibility يعني مسؤوليتك ان انت تعتني بالأسرة أو العائلة لما يكون الأب فين away بعيدا. Rain was space down pouring down يعني ينهمر pouring down while we were driving home واحنا بنقود للمنزل. I was shocked يعني انصعقت أو اندهشت by his violent reaction. I don't know what annoyed him. مش عارف إيه اللي ضايقه. طبعا هنا reaction يعني رد فعل. Reclaiming desert يعني استصلاح الصحراء land and building new factories وبناء مصانع جديدة contribute to job طبعا هنا job creation يعني خلق وظائف عمل اسمها job creation. I was speech as a nobody seemed to understand what I was trying to say. I was stressed. I was frustrated. يعني أحبطت كده لم أجد شخص يفهم اللي أنا بحاول أقوله. It is based a mother when her sons or daughters achieve success. طبعا هنا it pleases a mother بيسعد الأم لما أولادها أو بناتها يحققوا نجاح. Everyone faces difficulties in their lives. Every now and then only winners overcome them. طبعا هنا everyone يعني كل شخص هنا copes difficulties ولا stretches ولا experiences difficulties in their lives every now and then only winners overcome. طبعا هنا experiences يعني تجارب يعني كل واحد فينا كده بيمر بتجارب ولكن تجارب صعبة في حياته ممكن الناجح هو اللي بيتغلب عليها.
being a 75-year-old man يعني كونه 75 أو سنه أو رجل بالغ من العمر 75 عام. دكتور علي سبيس retiring from his medical career considers يعني يعتبر retiring. دكتور علي يعني هو يعتبر متقاعد عن العمل. طبعا هنا considers يعني يعتبر. You need to find a space to help you with your son's mental disorder. You need to find a counselor يعني مستشار كده أو to help يساعدك with your son's mental disorder اضطرابه غير اللي هو أو اضطرابه العقلي. فطبعا هنا counselor يعني مستشار. I felt really peace and angry with myself when I lost the match. I felt really frustrated. لما احنا خسرنا المباراة شعرت بيه frustrated يعني بالإحباط. يبقى هنا frustrated يعني الإحباط. Space is a state of emotional, physical and mental exhausting caused by excessive and prolonged stress يعني الطويل. طبعا هنا burnout اللي هو نفاذ الطاقة. To space means to leave a place quickly تغادر المكان بسرعة. Clear of يعني يغادر. To space is to change or to make someone or something change, alter يغير. To space is to think that something is probably true تعتقد أنه هو صح. Based on what you know معتمدا أو استنادا على ما تفعله أو تعرفه. طبعا هنا suppose يفترض. Space means organizing when you do things and for how long طبعا هنا time management لو إدارة الوقت. Space is an adjective يعني صفة that describes the feeling of being very tired يعني كونك very tired exhausted مرهق أو منهك. Is to space is to deal with difficult situations يعني تتعامل مع المواقف الصعبة. طبعا هنا to cope يعني يواكب أو يسير. Space means how good you feel in your body and how happy you are. طبعا هنا how good you feel in your body يعني تشعر ب feel in your body طبعا هنا and how happy طبعا هنا well-being اللي هي الصحة أو العافية. To space is to angrily criticize someone especially a child about something they have done طبعا is called يعني يوبخ. معناه criticize ينقض شخص. To space is to help something to develop or increase يعني يتزايد. طبعا هنا to promote يروج أو يرتقي. To space is to make an angry, unhappy or confused expression moving your eyebrows together. طبعا هنا بتحرك الاي اللي هو الحواجب يبقى هنا فران. فران يعني يتجهم. To space is to get better يعني يتحسن. طبعا to improve. Space means taking care of your body and how you feel اللي هو سيلف كير العناية الذاتية. Space is a feeling of being very worried يعني قلق جدا and scared وخائف. طبعا هنا stress اللي هو التوتر. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من جزء الفوكاب. وانتظرونا مع فوكابلر ستادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.